السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. حكاية فأر القرية وفأر المدينة. حكاية فأر القرية وفأر المدينة. في يوم من الأيام دعا مديان فأر المدينة صديقه قريان فأر القرية للعشاء. استقبله في بيت فخم. انبهر الفأر القروي، أفرشة أنيقة ولوحات فنية. جلس الاثنان على أريكة يتبادلان أطراف الحديث، وفجأة سمع وقع خطوات طاق طاق طاق. فقال مديان لصاحبه: هيا اختبئ احضر. كثرت الحركة. صاحبة البيت تبحث عن كتابها، وزوجها يبحث عن نظارته. شخص يدخل وآخر يخرج. هدأت الحركة لحظة. قال فأر المدينة: لا شك أنك جائع. رد عليه فأر القرية: بالفعل معدتي تزقزق. قال فأر المدينة: سنتسلل إلى مخزن المؤونة ونلزم الحذر. واو، حبوب، فواكه مجففة، حلويات وأجبان تملأ المكان. ولما اقترب مديان من علبة التمر تفاجأ بمواء قط. اندهش فأر القرية. قال فأر المدينة: اختبئ لا تتحرك، إنه سوسو. جمد الدم في عروقهما من شدة الخوف. أخيرا ابتعد القط عن المخزن. فقال الضيف لصاحبه: هنا لا أستطيع العيش في أمان، فالرعب والقلق في كل مكان. هواء ملوث وجو يخنق الإنسان والحيوان. أدعوك لزيارتي في ضيعتي يا مديان. وبعد أسبوع التقى الصديقان في ضيعة فيها الكثير من السنابل وشقائق النعمان. قال الفأر القروي لصديقه: تفضل، أمامك حبوب وخضر متنوعة. ما أكل الضيف إلا القليل من الطعام، وقال لصديقه قريان: الحمد لله، بارك الله فيك. فأجابه قريان: ولكن ما بك يا مديان؟ لقد ألفت أكل الحلويات والأجبان، أما أنا فتعودت على الخضر والفواكه والحبوب والألبان. أتناول وجباتي مرتاحا، لا يزعجني أي إنسان، أعيش وسط الطبيعة في أمان. حكاية فأر القرية وفأر المدينة. في يوم من الأيام
الأيامِ دعا مديانُ فأرُ المدينةِ صديقَهُ قريان فأرَ القريةِ للعشاءِ، استقبلهُ في بيتٍ فخمٍ. انبهر الفأرُ القرويُّ، أفرشةٌ أنيقةٌ ولوحاتٌ فنيةٌ. جلس الاثنان على أريكة يتبادلان أطراف الحديث، وفجأة سمع وقع خطوات طاق طاق طاق. فقال مديان لصاحبه: هيا اختبئ احذر. كثرت الحركة، صاحبة البيت تبحث عن كتابها، وزوجها يبحث عن نظارته، شخص يدخل وآخر يخرج. هدأت الحركة لحظة، قال فأر المدينة: لا شك أنك جائع. رد عليه فأر القرية: بالفعل معدتي تزقزق. قال فأر المدينة: سنتسلل إلى مخزن المؤونة ونلزم الحذر. واو، حبوب، فواكه مجففة، حلويات وأجبان تملأ المكان. ولما اقترب مديان من علبة التمر تفاجأ بمواء قط. اندهش فأر القرية. قال فأر المدينة: اختبئ لا تتحرك، إنه سوسو. جمد الدم في عروقهما من شدة الخوف. أخيرا ابتعد القط عن المخزن. فقال الضيف لصاحبه: هنا لا أستطيع العيش في أمان، فالرعب والقلق في كل مكان. هواء ملوث وجو يخنق الإنسان والحيوان، أدعوك لزيارتي في ضيعتي يا مديان. وبعد أسبوع التقى الصديقان في ضيعة فيها الكثير من السنابل وشقائق النعمان. قال الفأر القروي لصديقه: تفضل، أمامك حبوب وخضر متنوعة. ما أكل الضيف إلا القليل من الطعام، وقال لصديقه قريان: الحمد لله، بارك الله فيك. فأجابه قريان: ولكن ما بك يا مديان؟ لقد ألفت أكل الحلويات والأجبان، أما أنا فتعودت على الخضر والفواكه والحبوب والألبان. أتناول وجباتي مرتاحا، لا يزعجني أي إنسان، أعيش وسط الطبيعة في أمان.